ايوه يا صاب، اديني واقفه اهو يا اخويا مستنيه اي عربيه تعدي تخبطني عشان اجيب منها قرشين. الله يخرب بيتك يا صابر، موقفني في عز الحر. ادعي لي بس ربنا يكرمك. ايه ده ايه ده، استنى استنى، في عربيه فخمه جايه. ادعي لي بقى، ادعي لي والنبي. الهي يا رب العربيه دي تدهسني واموت عشان تاخد فلوس قد كده انت وامي وتتبسط. صدق استغلال الموقف والذكاء. ايوه ايوه فعلا يا سامح، انا لاحظت في الفتره الاخيره ان انا مستوى ذكائي ارتفع. اه واضح واضح، بس بقول لك يا كاميليا، انا شريكك في الخبر ده. ها؟ ها؟ انا شريكك في الخبر ده. طبعا يا سامح طبعا، ده انت صاحبي وحبيبي يا سامح. تعهديني؟ عهدك. يا ننجح سوا؟ ينجح لوحدي. والنعمه تاريخ معاوي. انت اللي جابك قدام العربيه. ايه ايه ايه؟ نصيبي يا اختي، نصيبي. اه ما كنتش اعرف ان دعوتي مستجابه بالشكل ده. منك لله يا صابر، منك لله. صابر مين؟ هو ده وقته يا اختي، هو ده وقته. وخليني في رجلي اللي مش عارفه احركها دي. اه انا عايزه الاسعاف، انا عايزه الاسعاف. انتوا بصوا قدامكم، الكاميرا ما عملتش غلبه. غلبه غلبه ايه؟ والله العظيم ما قصدي، انا ما انا كنت في حالي. هي اللي نطت قدام العربيه مره واحده وكانت بتتكلم في الموبايل. مش تاخدي بالك وانت ماشيه، تاخدي بالك. خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين. انا خبطتني في رجلي المكسوره اهي. يا كدابه، يا بنت الكدابه، وانا اللي مستني رجلك اصلا. طب انا عايزه البوليس، انا عايزه البوليس. لا 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 لا، خلاص خلاص البوليس لا. انا تحت امر حضرتك، اللي انت عايزاه هعمله لك. مفيش حاجه يا اختي تقدر تعوضني عن رجلي ابدا. اعمل لك ايه؟ هجيلي انا اشوفهم قبل ما اموت. حسن انا اموت. لا تموتي؟ لا والنبي. ايوه يا اختي اموت، والحكومه هتجيب لي حقي اكيد، واكيد هيعدموكي. يعدموني؟ ده اقل واجب يا اختي، اقل واجب. ويا ريت ده هيشفي غليلي لو مت. في ايه يا انجي؟ علي في ايه؟ ايه انت بتستقبل يا علي؟ ما انا قلت لك على التليفون، شوف لك حل في المصيبه دي، شوف لك حل. انت مين يا انسه؟ انا المصيبه يا عسل. شوف الواوا، وريني كده. في ايه يا علي؟ انت هتتساير معاها؟ بتقول لك ممكن يعدموني. يا لهوي يا لهوي، اعدام اعدام ايه يا انجي بس؟ ما البنت سليمه اهي. يا رجلي. انا عايز البوليس، انا عايز البوليس. لا بوليس لا يا علي، بوليس لا. بص يعني انسه مليحه. مليحه يا عسل؟ عسل في عينك يا بنت انتي، ما تلمي نفسك. اوه يا رجلي. بص يعني انسه مليحه، احنا مش هنوديكي المستشفى، بس احنا هنعالجك علاج احسن من في المستشفى. ايه ده ليه؟ هو انتوا دكاتره؟ لا بس هنجيب لك دكاتره. ايوه وكده اظن ابقى خلصت ذمتي. انا عايز البوليس يجي يقبض على الست دي ويعوضني. لعلمك بقى، لو البوليس دخل في الموضوع ده انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه. انت ما تعرفيش انا مين. استني بس يا انجي، انا هعوض. بس انت ما خبطتنيش يا عسل. تاني يا عسل، انت بتغزيني يا بنت انت. هتفرق معاكي ايه؟ ما هو انا ومراتي واحد. مراتك؟ ايوه يا اختي مراته. وبيقول لك انا ومراتي واحد. توجذر. ها عندك اعتراض؟ يا خساره، هي الوطه فاكرني من الواد صابر. طب حس كده بقى، يبقى التعويض يبقى عالي، يزيد ما يقلش، وكل تكاليف العلاج عليك. اتفق. وبعدين يا علي هنتصرف ازاي؟ هقول لك في البيت يا انجي. يلا يلا انجي وعلي. امال فين البرنس علاء؟ قالش رخيص. يا رجلي. يلا يا اختي تعالي اطلعي من هنا. على ايه؟ يا دغري. خير يا ست انجي؟ مين دي يا استاذ علي؟ يا اخويا بدل ما تنزل ما تيجي تشيل معايا. لا لا انا ما حدش يشيل غريب يلمسني. شيل انت يا استاذ علي. نعم يا اختي، على اساس ان الاستاذ علي من بقيه عيلتك. مش هتعرفني في العربيه. يا سلام، عاجبك كده؟ طب انا مالي؟ عامل ايه يعني؟ يعني ايه انت مالك؟ ما انت اللي شجعتها
عمال تأنسها وتنام اهي عايزك تشيلها. مين الوجه الجديد ده؟ انت هتقعد تحكي شيل مع مغاوري؟ لا شيلوني بحنيه، انا ماما تعبت فيا. لا ما تتحمريش عليا، لجنا عليك الجلابيه. بس انت وهي، انا اللي هشيل الوليه. غطوني وصوتوا عليا. بتقولي ايه يا نج؟ ابدا يا حبيبتي، بقول سلامتك يا عنيا. مين دي يا ست انجي اللي بتقول لك يا نج؟ قريبتك؟ قريبتي ايه؟ دي منظر واحده قريبتي؟ دي مصايب بتتحدث علينا. ماشي يا نج. عندي بيت ام فاروق. هاي هاي الشجرات راحت برقوق. هاي هاي بيتك انت. انت شفت اللوز؟ من وانا قدي كده، من وانا في ابتدائي. دي برضه ليها ميزه وعيب. ده يلعب. انت اسمك ايه؟ مديح. وانت؟ انا سمير. سمير يا حلاوتكم. تحبوا اجيبوا واحد ليمون اتنين شفاط؟ الحقيني يا رجاء. سمير لم نفسك. حبيبتي البنت مسكينه، دي مشكله. بس وبعدين انا امراض نسا زي ما حضرتك عارف، دي محتاجه دكتور عظام. جايبين لي دكتور نسا؟ ليه؟ هولد؟ ربنا ينشعك بالسلامه يا حبيبتي. طب والحل؟ الحل ان تودوها عند دكتور عظام احسن. انا اعرف دكتور عظام هايل، هجيبهولك. لا يا اختي انا كده ما اثقش فيكوا خلاص. في ايه يا بنت؟ هتعمري علينا؟ انجي انجي. قومي يا سمير، قومي يا حبيبي، القعدة دي ملهاش لازمة عندنا. قوم قوم يلا. ان شاء الله هتبقي كويسة. خلاص يا سمير. معلش اتلم يا بنت. ادعي سمير. ايوه اه. عايزة حاجة من بره؟ هتديها حقنة قبل ما نمشي ولا ايه؟ لا دي ما تحتاجش حقن، دي دي لنا احنا بتاعتنا. باي باي يا انجي. باي عادي. باي باي. باي باي يا موزه. لبسنا المصيبه دي لوحدنا ولا ايه؟ مش عارفه يا علي، مش عارفه. عايزه ايه يا حبيبتي؟ طلباتك ايه غير المستشفيات والبوليس والكلام ده كله؟ انا اكلم خطيب هو يجيب لي دكتور كويس. خلاص كلميه وخلصينا. هاتي التليفون. اتفضلي لما نشوف اخرتها. فتح منين ده؟ من عندك. جرس. مازال الجرس. ها استل الجرس. الو. ايوه يا دي يا صاب. ايوه انا مديحة يا حيوان. يو بكلمك يا واد من نمرة تانية عشان ما خلصش الباق. يا معفنة. يا واد اقف في حتة فيها شبكة. يخرب بيت الحوار اللي انت فيه. ايه يا واد؟ الو هترجع. ايه يا صابر؟ لا خبطتني عربيه تانيه. لا 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 غير بتاعه امبارح. ايه ده بتتخبط كل يوم ولا ايه؟ لازم نتعود نتعامل مع الناس دي. بقول لك ايه يا صابر، هات معاك الدكتور زينهم. ها يا واد فهمني، الدكتور زينهم يا واد بتاع العظام. ايوه عشان يجبس لي رجلي. ايه عشان يجبس لي رجلي يا واد؟ الدكتور زينهم. فاكر الشارع اللي خبطت فيه الشهر اللي فات من الراجل المقاول؟ الحق يا علي دي متعوده دايما. ايوه يا واد اللي كلت فيه العلقه. ايوه هو ده العماره بقى اللي فيها السوبر ماركت. اسال بقى على الاستاذ علي والاستاذه انشي. ايه يا واد؟ هات الدكتور زينهم معاه، وبهات لي البتاع الزبادي اللي بالقراصيه الجديد ده، حلو قوي. هات الدكتور زينهم. ماشي يلا مستنياك يا صاب. سلام. انجي انت لبستي خابور هندي. بس يا علي ما انت لبسته معايا. لا التليفون. سلام يا صاب.